كالاتزي كخابر كالاتزي بيطلع الكرة اللي فاتت من منطقة الجزاء، ترجع في تأزيلة من بعيد، ولكن على طول نيلسون جيسس ديدا على طول سلم كرة أمامية عند رونالدينيو، أمامية المرة دي عند تشيفا، محاولة من تشيفا، تشيفا 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 يا تشيفا يا تشيفا يا تشيفا ليت بتمرمى. هي الكرة اللي فاتت كانت حلوة جدا، التمريرة كانت حلوة جدا من رونالدينيو، وانفراد كان جميل من تشيفا، ولكن على طول بيحاول هو التاني زعلان هو جميل. هنا المرة دي الكرة بتوصل عند باندي، يسلم في وسط الملعب، محاولة موجودة من لاتسيو، ممكن تبقى تسديدة حلوة على يمين حارس المرمى. حلوة الكرة اللي فاتت من ستيفن لشتاين جدا، وكانت سبب في إعارته في يوم من الأيام عندما ارتكب كارثة أمام ليدز يونايتد. هنا الكرة بتتلعب كلوروف، ولكن المرة دي ديدا، المرة دي ديدا بيترجل وبيتصدى للكرة، ومحاولة ولكن لخارج أرض الملعب، محاولة ولكن لخارج أرض الملعب. عند روني، أمامية عند ريكاردو كاكا، بيحاول كاكا يلعب بينية جميلة عند تشيفا، تشيفا 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 لسه فوجا اللي بيحاول، فوجا اللاعب اللي استقبلته الجماهير قبل اللقاء بحفاوه، هنا فوجا بيحاول، فوجا يرجع على طول المره دي، وتسديده على طول حلوه حلوه عند رونالدينيو، بيحاول ينطلق التركيز على الاجناب، وهنا تمريره كويسه عند تشيفا، بيحاول تشيفا عند كاكا اللي بيفوتها عند ماثيو فلاميني، حلوه من ماثيو فلاميني، حلوه الكوره اللي فاتت من ماثيو فلاميني، بيحاول بادائه الكلاسيكي المره دي في وسط الملعب، محاوله موجوده عند كولوروف، يسدد كولوروف ولكن على يسار حارس المرمى نيلسون جي روكي مع الكره، روكي روكي محاوله في منطقه الجزاء لبانديف، ممكن يعدي بانديف ولكن ديدا، ولكن نيلسون ديدا المره دي يسلم حلوه عند روني مع الكره، روني على شماله كليرونس، لكن يفضل ان هو يعدي، يلعب بينيه عند تشيفا، تشيفا ولكن عاليه المره دي من تشيفا، عاليه المره بنيني، مراد مجني مع الكوره عايز يخش جوه منطقه الجزاء، عايز يعدي يغير ملعب، حلوه جدا المره دي، بتعدي الفرصه، وهنا فوجا ولكن ديدا على طول باسكوالي فوجا، ولكن ديدا بيحاول يسلم ناحيه اليمين عند اندريه تشيفتشينكو، اتحرك كتير النهارده ولكن لسه ناقصه هدف، ادي تشيفا بيحاول، تشيفا وسع لنفسه، تشيفا يسدد، تشيفا عادت الايام لاجل حضور نهائي دوري ابطال الخليج، وادي هنا الكره اللي بتتلعب وعلى حدود المنطقه، ولكن نيلسون ديدا، نيلسون ديدا في نيو لوك ارجنتيني المدلل ماورو زاراتي في مواجهه مباشره مع ديدا، الارجنتيني الارجنتيني مبدع، الارجنتيني كبير زاراتي على نهايه اللقاء، ادي مراد ميغني مع الكره، مراد ميغني يسدد، مراد ميغني ولكن نيلسون ديدا، ولكن نيلسون ديدا حاضر في الكره اللي فاتت بالرياضه الايطاليه ناحيه الشمال المره دي، كولوروف يلعب عرضيه، كولوروف ولكن تسديده حلوه جدا، تسديده حلوه جدا، دي ما كانتش عربيه دي كانت كرباج، هل هينجح رونالدينيو في ايداعها في الشباك؟ موزليرا واقف كده كانه بيحاول ينشن، وهنا على طول بينشن ولكن في القائم، في القائم في القائم في القائم، هي الكره اللي فاتت، بص الكره اللي في القائم، بص الكره اللي في القائم على طول، ولا موزليرا ولا خيره كان يقدر يعمل لها اي حاجه، لكن حلوه قوي، ده مين ده اللي طلعها؟ انا حاسس انه موزليرا، حاسس ان هو موزليرا، اهي الله في القائم، كان بيتلقب كاكا، كان بيحاول، وادي رونالدينيو يلعب واحده عاليه بتعدي على القائم الثاني، كاكا يسد عند سندروس وتسديده، ولكن المره دي على طول موزليرا، موزليرا تصدي للكره اللي فاتت من مواطنه كارداتشو الاورجوانيين، وفي رونالدينيو بيستعد، وزارته هو ملتزم بحائط الصد، وادي رونالدينيو ولكن عاليه المره دي، عاليه المره دي من البرازيلي من الجولدن بوي الاخر، ولكن هنا بعد من فافالي ترجع عند ليديزما، يا جماعه لعيبه الميلان ما بتتحركش، وادي البينيه الجميله، وادي الكره عند فوجو ولكن ديدا ترجع على طول من ستيفانو ماوري، ولكن المره دي التألق من البلوك الجميل.